طب يلا خلينا نكمل. لو كان عندي التراس زي هيك، لو كان عندي التراس زي هيك، هذا التراس حكينا احنا، اذا عندي انا منبرين على استقامه واحده ومنبر ثالث طالع منهم وعليه ما عليه قوه خارجيه، ما عليه قوه خارجيه، بكون قيمته صفر. طيب احنا لو جينا على هذا التراس، هذا التراس لاحظ انه هذا المنبر، خلينا نرسم بلون اسود بس، لاحظ انه هذا المنبر وهذا المنبر على نفس الاستقامه، وفي منبر ثالث طالع منهم، منبر ثالث طالع منهم، ايش حكينا؟ قيمته صفر. هذا المنبر قيمته صفر؟ لا، بقول لك قيمته مش صفر. ليش؟ لانه هذا المنبر موجود، هذا المنبر موجود، ولكن وانا هذا المنبر مش موجود، هذا قيمته صفر. ليش؟ لانه ما في عندي هون منبر، ما في عندي هون منبر، يعني زيه بصير زي معامله القوه الخارجيه، عشان هيك ما كانت قيمته صفر. يعني لما نرجع الرسمه اللي رسمتها اول شيء زي هيك، كان تراس زي هيك، كأنه زي هيك التراس، ما شاء الله هذا تراس كان. طيب التراس زي هيك، حكينا لو كان عندي هذول على نفس الاستقامة، فبالتالي هذا المنبر زيرو، ولكن لو أنا ضفت منبر زي هيك، لاحظ انه هذول على نفس الاستقامه، هذا طالع منهم ولكن هذا مش طالع هذا برضه طالع منهم، يعني منبرين طلعوا، فلما يطلعوا منبرين فهذا مش صفر وهذا مش صفر، بدك تنتبه لانه صار عندي هاي. طيب ليش مش صفر؟ لانه عباره بدك تعمل جوينت ميثود، هون بدك تحكي هذا طالع زي هيك، وعندي هنا طالع زي هيك، وعندي هذا طالع هيك او هيك، وعندي هذا طالع هيك. فانا لما ما شاء الله أنا لما هاي كانت هيك وهاي كانت هيك، هذا شلته لاحظ أنه لو أخذت مجموع القوة على هذا المحور هاي بتساوي هاي، ولكن خذ مجموع القوة على هذا المحور هاي موجودة، في شيء غيرها؟ لا، فبالتالي كم قيمتها؟ صفر. يعني زي لما تحكي زي هيك خذ سيجما اف واي، بتحكي هاي اللي اسمه سي، سي بتساوي 10، ولكن خذ سيجما اف اكس اللي اسمه بي، ما بساوي شيء صفر. فهاي نفس الشيء، لما انا شلت المنبر هاي وهاي نفس الاستقامه، فبالتالي هذا صفر. اما لما ضفت شيء زي كاني انا مسكت شيء وعملت هيك مثلا، فلما جبت هذا هسه هاي بطلت صفر، هاي صارت بتساوي هذا كوسين الزاويه، بس صارت زي هيك. طيب هيك احنا شرحنا الزيرو فورس منبر. لا، ظل كمان حاله صغيره، الحاله اللي ظلت هي كالتالي، نفس الحاله الثانيه ولكن بدل منبر قوه خارجيه. كيف يعني قوه خارجيه؟ لو كان انا عندي هون قوه خارجيه زي هيك او قوه رياكشن، فهذا قيمه وهذا قيمه، فبالتالي هذا صفر. يعني نفس الحاله الثانيه ولكن بدل المنبر الثالث، يعني لو كان عندي قوه ومنبر على نفس الاستقامه، لو كان عندي منبر وقوة على نفس الاستقامة يكون، ومنبر ثالث طالع منهم، يكون قيمته صفر ولو كان على استقامة المنبر الثالث قيمة قوة خارجية، يكون قيمة المنبر قوة يساوي قوة القوة الخارجية. يعني نيجي للترس، هذا الترس اللي هون، يلا بدك تيجي تعمل زيرو فورس منبر، راح تحكي لي هذول منبرين الزاوية بينهم مش 180 وما عليهم أي قوة خارجية، بمسكهم بمسحهم من الرسمة. ركز، تمسحهم من الرسمة أهم من كل شيء. تيجي على المنبر A، الجوينت A هذا وهذا، الزاوية بينهم مش 180 وما في أي قوة خارجية، بتمسحهم من الرسمة. يلا تيجي هون في عندي رياكشن، عندي هون رياكشن، عندي هون رياكشن. هسا الجوينت بي اي هو عبارة عن هذا قوة وهذا منبر، يعني منبر وقوة
على نفس الاستقامة ومنبر ثالث طالع منهم، فبالتالي هذا زيرو تمسحه من الرسمة. ليش؟ لأنه هاي قوة، هاي قوة، وهذا منبر على نفس الاستقامة، أيهم على نفس الاستقامة، وهذا طالع منهم، هذا طالع منهم، بالتالي زيرو، خلاص تمسحه من الرسمة. بدك تعمل جويك ميثود وتحله حلو، فبالتالي شو صفر ترس؟ صفر ترس منبر واحد صفة، هذا قديش يكون قيمته؟ هاي مباشرة تعلمنا قبل شوي لما يكون عندي حالتين زي هيك والزاوية ثيتا، نحكي هذا البي دي عصاين ثيتا، مش البي دي الرياكشن، بس هذا البي دي. خلصنا خلصنا، بس هاي هي الجوينت ميثود، هاي هي الجوينت ميثود. فلما نرجع لهذا الترس، لاحظ أول شغلة بتشوفها بتشيل زيرو فورس منبر، لاحظ منبر منبرين يعني. هذا طالع منهم، فبالتالي هذا زيرو تمسحه من الرسمة. بس لما مسحته من الرسمة في أشياء ثانية صارت زيرو، تطلع على ما فيش أشياء ثانية، فبالتالي صار عندي منبرين يعني. صار عندي هون منبرين يعني. الزاوية بينهم مش 180 ولكن عندي قوة خارجية، فبالتالي لما يكون عندي قوة خارجية مش زيرو، فبدك تحل جوينت ميثود. فهذا السؤال بدك تحله جوينت ميثود، شوف كيف محلول. وليش تأخذ مثلا جوينت جوينت اي، وين جوينت اي؟ هاي جوينت اي، فحلل شو التحليل له؟ مش راسم الرسمي، هو جوينت اي، هاي جوينت اي، في عليه 191 وفي عليه منبرين، واحد زاويه 30 اللي هو هذا اسمه اي اف، وفي واحد ثاني اسمه اي دي، وهذا الزاويه 45 من الارض، يعني هاي الزاويه 45. فبالتالي هذا عندي مجهولين، عندي مجهولين بس مش ثلاث، الرياكشن عرفته، عندي مجهولين. شو بعمل؟ سيجما اف اكس تساوي زيرو، سيجما اف واي تساوي زيرو، بحل المعادلتين. يلا سيجما اف اكس تساوي زيرو، شو عندي انا؟ عندي اي دي كوساين 45 تساوي اي اف كوساين 30 بالسالب، سيجما فوي تساوي زيرو، اي دي ساين 45 زائد اي اف ساين 30 زائد 191 تساوي زيرو. حل المعادلتين، بخلص السؤال، مش بخلص السؤال، بطلع القوة اي دي وبطلع القوة اي اف. لما طلعت اي دي واي اف هاي زيرو، فشو ظل عندي منبرات؟ طلع عندي سي دي. هسه سي دي لاحظ هاي على النظر، سي دي راح تساوي ايش؟ دي اي، لانهم على نفس الاستقامة وما في اي قوة خارجية. هسه هاي بتصير تساوي هاي، فريحت حالي من هذا، ريحت حالي من هذا. طيب وهذا صفر، فانا فعليا اوجدت 1 2 3 4. طيب البي اف، البي اف ايش بيساوي؟ عندي منبرين على نفس الاستقامه وقوه خارجيه فايته، القوه الخارجيه على استقامه اللي هذا، فبالتالي هاي القيمه راح تساوي هاي، هاي القيمه كم؟ 200. فهذا بالتالي المنبر بي اف بتساوي 200. طيب 200 ايش؟ تنشن ولا كومبريشن؟ لاحظ القوه فايته، قوة فاتي يعني كومبريشن، قوة طالعة يعني تنشن. فبالتالي أوجدت أنا 1 2 3 4 5، شو ظل عندي؟ طلع عندي بي سي وهذا وهذا وهذا. فشو بعمل؟ هون هسه بدك تضطر تحلل، بدك تمسك زوايا وتحلل. بالامتحان ما راح يجيك زي هيك بالأونلاين، لأنه حله طويل، طلع حله طويل. في منبر قيمته 200 مش حالينه، اللي هو بي اف، كل المنبرات محلولة إلا بي اف، مش مشكلة خلاص. يعني هذا السؤال، لاحظ انه منبر طالع منهم، فبالتالي هذا زيرو. لما صار زيرو مسحته من الرسمة، لاحظ صار عندي منبر طالع منهم، فبالتالي زيرو. ولكن لو انا جيت للوهلة الاولى حطيت هنا لود بي، فشو بصير عندي؟ هذا ببطل زيرو، هذا بصير قيمته بي كومبريشن، ولكن هذا مش زيرو. اما لو انا هذا صفر يعني مسحته من الرسمه، فايش صف عندي؟ منبرين طالع ماشيين ومنبر ثالث طالع منهم، بالتالي هذا زيرو. هون طلع بي، هذا مش زيرو ولا قيمته بي. متى تكون قيمه هذا بي؟ تكون لما تكون هاي زي هيك. طب قديش قيمته بدها تكون؟ بدها تكون بي في كوسين الزاويه هاي، طلع الزاويه هاي اللي هي هاي. طب فبالتالي هذا مش صفر، فالزيرو فورس منبر. طيب شوف في قوه ثانيه ممكن تفيدني، يعني لو عندي هاي هيك، لا مش على نفس الاستقامة، بس فالزيرو فورس منبر هي عبارة عن تي اف والسي اف.
تمام هذا زيرو فورس ممبر يلا هذا زيرو مباشرة ليش زيرو ممبرين عكس الاستقامة وطالع منهم تمام ما خلصناش هذول زيرو هذا كم قيمته بي بي ايش تنشن طيب هذا كم قيمته ما بعرف لازم احلل ولكن لو ما كان عندي هذا المنبر وهي زيرو فبالتالي هذا بنحل طيب نيجي لهون هذا رولر فبالتالي هذا زيرو ليش زيرو لانه هاي طالعه منها على نفس الاستقامه طالعه منهم طيب شو ظل الجوينتات ظل اشي بعرف ايش بدك تجرب تمسح وتحل بالتالي المنبرات الثانيه هاي شوف شو عندك شوف قال لك دي سي ودي اي زيرو دي سي ودي اي زيرو اي اف زيرو وين اي اف هيو ليش زيرو شوفوا انا ما انتبهت لها يعني لو بالامتحان كان ملتبل انا وجدت خمسه والجواب سته غلط انا غلط ليش؟ لانه لما هاي صار هاي انمسحت من الرسمه صار الترس زي هيك عندي هذا اللوب طالع وهذا على نفس الاستقامه وهذا طالع منهم فبالتالي هذا زيرو هذا مرتبط بالمسح من الرسمه فبالتالي ظل عندي هذا طبعا عندي هذول الثلاث هذول الثلاث يلا شايفين صار عندي منبر زياده بطلون الناس في كونت هاي دي سي وهاي دي اي وهاي اي اف شو ظل كمان؟ الاتش بي وين الاتش بي؟ هيو شو كمان؟ قلنا احنا الاي جي هاي اي جي خلصنا بتمنى يكون مفهوم بتمنى يكون مفهوم هذول اسئله على الجوينت ميثود خلص عرفنا هذا بده يساوي قيمه الرياكشن على تان ثيتا تان ثيتا كم هاي الثيتا؟ اللي هي 3 4 يعني فعليا تان ثيتا اللي هي 3 4 تمام هذا المنبر رياكشن على ساين ثيتا ساين ثيتا يعني كم؟ 3 5 طب هذا كم؟ طلع قيمة الرياكشن هذا طب وهذا كم؟ درجة قيمة الرياكشن هذا هي 40 فهذا قيمته 40 الترس مختفي ثلاث رسات تقدر تحلها لاحظ هذا زيرو فورس منبر هذا منبر وهذا منبر هذول المنبرين نفس الشيء كيف بدي اوجدهم؟ عندي هذا الرياكشن عندي هذا الرياكشن انا اذا اوجدت هذا مباشره بقدر اوجدهم هذا كيف بوجده؟ عشان اوجده على النظر الا اذا الرياكشن هذا زيرو بقدر اوجده بقدر اوجده شو بحكي؟ هذا قيمته ار على ساين ثيتا على ساين 45 45 الزاوية 45 3 3 45 فقيمة AD ايش بيساوي AD؟ تساوي BC ايش منبر طلعت بس من هاي المعادلة؟ طلعت 1 2 3 ما صفر عندي هذا الرولر بس قديش راح تطلع معي AB؟ AB راح تطلع معي 0 AB راح تطلع معي 0 طيب AB بقدر اطبق على قانون عبارة عن R تان ثيتا تان 45 بقول لك دير بالك خطأ ايش خطأ؟ في عندي قوة رياكشن هون لو قيمة الرياكشن هون زيرو بطبق القانون ما قيمته مش زيرو بطبق هذا القانون هذا القانون هذا ثابت شو ما كان عندي رياكشن الا اذا عندي قوة مايلة بيختفي اما هذا تبع التان بستعمله في حالة ما كان عندي قوة أفقية، يعني بستعمله هون. بستعمله هون. هذا لما هذا أشيله وهذا رياكشن فبدي أحكي هذا راح يساوي هذا وهذا بالتالي زيرو مباشرة. طيب خلص هاي الجوينت ميثود المفروض خلصت. طيب أنا مشان نكون هيك يعني بالتدريج سوا بنحل سنوات على الجوينت ميثود. فالهدف الثالث من الفيديو، الهدف الأول من الفيديو زيرو فورس ممبر خلصناه. الهدف الاول خلصنا زيرو فورس ممبر الهدف الثاني تبع الجوينت ميثود خلصنا الهدف الثالث هسه الهدف النظر خلصنا الهدف الرابع اللي هو حل اسئله الكويز بضل الهدف الخامس والسادس اللي هو الجوينت ميثود منى بتحكي السؤال اللي فوق كان في 191 ليش ما حليت على هاي الطريقه اللي اعطتني اياها صح كان في زاويتين 30 و45 هذا الزاوية بين المنبرين 15 تمام بس أنا
أنا اللي اشتقيته على أساس عندي واحد أفقي وواحد مايل، هون الاثنين مايلات، فما بقدر إني أفتي. ممكن أوصل لمرحلة إني أفتي فيه، يعني بقدر أوصل لأشتق للقانون، بس هون لأنه معادلتين مجهولين فبطول شوي. أما لو كان عندي واحد أفقي وواحد مايل أمور مشت، غير هيك لا، غير هيك لا. فجوزيف فهمت قصدي، يعني لازم يكون واحد أفقي وواحد مايل. أما إذا كان الاثنين ميلات صعب، يعني بده يكون لهم الاثنين لهم تحليل، فالاثنين راح اطرح المعادلتين المجهولين. ممكن أوصل لمعادلة بينهم، ممكن أوصل لمعادلة بينهم إني أحله بمعادلتين مجهولين ويخلص معي. بس لا أشغل بحالي، لا بحل يدوي أحسن بالحالي، بحل يدوي هذا أحسن. طيب خلينا نحل سنوات على هذا، على درس الجوينت ميثود والزيرو فورس ممبر. طيب بيقول لي هون how many zero force member in the truss shown. طبعا هذا السؤال ميد، يعني هذا ما مش ممكن يجي بالكويز. كم عدد الزيرو force member بالترس؟ شوف الخيارات، طبعا كل خيار نموذج، يعني ممكن هذا النموذج يكون جوابه اثنين، نموذجك ممكن يكون ثمانية، يكون الدكتور ايش شايل القوة شايل كذا. بدك تنتبه انه كل طالب راح يجي رسمة، فهذا السؤال انتبه لما ينحل لكم. طيب يلا كم زيرو force member عندي؟ member هنا نفس الاستقامة شيله، في لود هون، فبالتالي هذا مش زيرو، ولكن منبرين على نفس الاستقامة هذا شيله، هاي اثنين. منبرين على نفس الاستقامة شيله، هاي ثلاث. هذا في لود خارجي، فبالتالي هذا مش موجود. طيب هون بقدرش، هون بقدرش. هذا شلته، هذا شلته، يعني المسح من الرسمة. فبالتالي هذا كم؟ منبرين على نفس الاستقامة، فبالتالي هذا زيرو. أكثر من هيك مستحيل، لأنه هذا الرياكشن رولر ما بقدر، هذا الرياكشن بن ما بقدر. فبالتالي كم منبر عندنا؟ عندنا واحد، عندي اثنين، عندي ثلاث، عندي أربعة. الجواب دي، ولا أنا كان في خمسة ناسية ما بعرفش. طيب النماذج الثانية اللي أجت، بعرفش إذا هذا نموذج ثاني. هذا نموذج ثاني، شال اللودات، شوفوا شال اللود هذا، وشال اللودات اللي شال اللود اللي هون، شال اللود اللي هون. طيب نيجي لهذا، لاحظ هذا زيرو صار. اول شيء ما كان زيرو، كان في لود، هسه هذا زيرو اتفقنا عليه. هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي اربعة، وهذا صار خمسة، وصار عندي ايش؟ صار عندي هذا ستة، وصار عندي هذا سبعة، لانه هذا وهذا نفس القيمة، فاذا هذا راح هذا بده يروح معه. بسبب انه شال اللود تغير الجواب من 4 ل 7. عشان هيك انتبهوا بالامتحان، ولو شال هذا، لو هذا شاله فبكون عندي 8 و9، بصير الجواب 9. تنتبهوا عليها، تنتبهوا عليها. في خيار في 9 خيارات؟ فيش، ما شال اللود، ما شاله. طيب هذا اول شيء على زيرو فورس ممبر، عرفنا دائما لما تحل زيرو ممبر امسح الرسمه. طيب سؤال، هذا أوجد الفورس بالممبر اتش جي من ذا ترس اذا البي هاي 10، بده الفورس من بالممبر هذا. طيب اول خطوه قلنا بنشيل الزيرو فورس ممبر، واحد اثنين ثلاث شلناهم، هاي منبرين على نفس الاستقامه هذا طار، منبرين على نفس الاستقامه هذا طار، صار منبرين على نفس الاستقامه هذا طار، وبالجهه الثانيه نفس الشيء، هذول طاروا. لما هذول طاروا شو صف عندي؟ صف عندي انه هذا راح يساوي هذا، فبالتالي بدي اوجد هذا المنبر. هذا المنبر كيف بدي اوجده؟ ليش انا ابلش عند جوينت اتش واحكي واحد اثنين ثلاث اربع مجاهيل؟ ما بقدر احله. فبالتالي هذا السؤال انا ما بقدر احله الا لاوجد المنبر هذا، ومن خلال المنبر هذا اوجد هذا، او اوجد المنبر هذا ومن خلاله اوجد هذا. فبالتالي لازم اوجد قيمه الرياكشن. ليش؟ مشان اطبق. اذا اوجدت هذا اوجدت هذا، طب هذا كيف اوجده؟ اذا هي الزاويه ثيتا، فبالتالي جي اف تساوي قيمه الرياكشن على ساين ثيتا. طيب كم قيمه الرياكشن؟ لاحظوا كمان شغله، قديش في فكره، يعني انت بتقدر تحله يدوي، بس انا لما اجي احل هيك سؤال باخذ بس دقيقه افكر فيه اوصل لاكثر طريقه. لو هذا قسمته بالنص، خمسة خمسة، خمستاش خمستاش، في عندي قوة أفقية؟ لا، الرياكشن زيرو طار، فعندي صفة، عندي صفة هذا هيك، عندي صفة هذا هيك. شو يعني؟ يعني قيمة الرياكشن هذا تساوي قيمة الرياكشن هذا، يعني إذا هاي عشرة بتكون هاي خمسة،
وهاي خمسة، فالناتج هو عبارة عن خمسة عسان الزاوية، كم هاي الزاوية ثيتا؟ يلا سهلة، معطيني ارتفاع ايش؟ معطيني ارتفاع هاي بدي الزاوية المثلث هذا، كم هاي الثيتا؟ تان انفرس ال خمس، هاي 15 و 25 15 35 20، فتان انفرس 35 20 60.2، فالجواب 5 عساين. قول هيك بطلع الجواب 5.75، مش موجود عندي خلل بالزوايا، خيارات مش كاملة. لا هو في خطأ عندي، خطأ بالزاوية، شكله خطأ شكله بالزاوية. خلينا نشوف الزاوية هاي بدها تساوي هاي الزاوية ثيتا، بترز زي هيك، هي 15 25 35 الرياكشن هذا 5، هذا 5 زاوية ثيتا، هاي 15 25، 20 زائد 15 35، كان إنفرس 35 على 20، 60.2 5. احنا حكينا قبل شوي القانون، الرياكشن عندي 5، 5 على ساين ثيتا، جواب 5.76 توقع موجود، توقع موجود. هذا بدنا نحله يا دوب، ايش يطلع؟ عشان 5، عشان 5 متفقين عليها. اي اف ما مش بحاجتها. انا اللي بالاف جي، اتش جي صح؟ اتش جي بتوقع. اتش جي، اف جي. الزاوية ثيتا، الزاوية ثيتا هذا المثلث، هذا المثلث مش معطيني هذا الارتفاع كم، معطيني الارتفاع هذا بجيبه. هذا الارتفاع، هاي بالنص، هاي بالنص، إذا هاي 15 15 و25 و15 35، فكان انفرس ال 20 على 35، انفرس ال 20 على 35 زاوية ثيتا 29. تحكي 5 على ساين الزاوية اللي طلعتها طلعت جواب 10، طلعت جواب 10، 10 موجودة بس الخيارات مش موجودة. لو معطيني البي 20 الجواب 10، يعني فعليا فعليا السؤال لما فرضت الاخر بي تساوي قيمه اتش تي، بي تساوي قيمه اتش تي. هذا لو بكره جاكم بالكويز، شوي بكره جاكم بالكويز كيف ايش تحكي؟ الجواب هو نفس المعطى، الجواب اللي معطيني اياه هذا بالمطرح مش بالكويز. ال 10 ليش راح يحكي انه الجواب هو نفس الجواب اللي تحت؟ اذا هي اعطاني اياها 15، ايش انه الجواب 15؟ طيبه؟ اول بروسيجر، اول سؤال بروسيجر، هذا السؤال قيمة المنبر اتش تي تساوي قيمة بي. استنتجتها؟ ليش بديش تستنتجها زي هيك؟ الرياكشن نص البي، الرياكشن نص البي، بي على 2. الجواب هو عبارة عن بي على 2 على ايش؟ على ساين الزاوية، الثيتا كم؟ ثيتا تان انفرس ال 20 على 35، انا كنت عاكس بس هي هذا كان غلطي. 20 على 35 كم؟ 29.7، فالجواب ساين 29.7 بس هي الجواب. طالب تنشن او كومبريشن؟ لا بس الجواب راح يطلع كومبريشن لانه هاي تضغط على هاي، فبالتالي هذا كومبريشن، بالتالي هذا كومبريشن، تمام؟ فهذا الجواب. لو فرضا نغير الاطوال بتطلع الثيتا وهاي، فبطلع الجواب اخر شيء اتش تي بتساوي بي بس، ليش اكثر اكثر من هيك؟ طيب هذا ترس، وجد الفورس بالمنبر دي اي. طب هذا السؤال حرام ياخذ 10 ثواني من الطالب، هذا السؤال حرام ياخذ 10 ثواني من الطالب. دي اي تساوي قيمه بي برضه، ليش؟ لانه اذا هذا زيرو وهذا زيرو وهذا زيرو وهذا زيرو، هاي قوة تساوي هاي القوة، بي معطينيها 1200. هذا سؤال على الفاينل، يا فاينل يا لا مد، هذا مد، هيو مد ترم اكزام، سؤالين على المد بنحلوا جوابهم بي، سؤالين على المد جوابهم بي، حرام
حرام هذول يجوكوا على المد وما تحلوهم، واللي بغلط فيهم او بيجي بشوفه منزل صوره على الجروب حلوا لي اياه، حرام حرام والله حرام. قيمه دي بتساوي قيمه المنبر دي اي. ليش؟ لانه عندي هذول كلهم صفار، فصف عندي قوه بهذا المنبر تساوي قوه بهذا المنبر. لو خلي لو 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 غير حكى لك بدي قوه بالمنبر سي دي، بقول لك قيمته 700 او بكون مغير خلي هاي اف مثلا، كله سي دي بتساوي اف. طيب نيجي كمان سؤال، هذا سؤال، هذا سؤال حلو. اوجد الفورست المنبر سي اي، او اول شيء بخطر لك سي اي 1 سي اي، والله هيو هي تعمل سكشن ميثود. صح صح، اول خطوه قلنا بنشيل الزيرو فورست منبر، شيل هذا شيل هذا، شو صفى عندي؟ هاي القوه تساوي هاي القوه، صح ولا لا؟ طيب قبل شوي حكينا لو عندي انا شكل زي هيك وانت قوة خارجية، هذا المنبر كيف بوجده؟ بحكي القوة بي ساين ثيتا. كم ثيتا هون؟ إذا عندي هذا الارتفاع 3 وهذا الارتفاع 2، بالتالي تان انفرس 3/2. يلا تان انفرس 3/2 كم تطلع؟ تطلع 56.3. تمام؟ فبالتالي الجواب بي، كم بي هون؟ 5 على ساين 56. بيطلع الجواب 6، موجود 6 هيها 6 كتراسي. فبالتالي هذا السؤال لو اجاكم بكوز او بمت، هذا مت غالبا كمان، بيطلع الجواب المنبر سي اي او المنبر اتش اي ما بيفرقوش عن بعض، بيساوي بي على ساين كم قلنا؟ هي ساين تان انفرس 3/2، الزاوية 56.81. بس هذا بروسيجر لهذا السؤال. هاي الأسئلة كلها بتيجي، طب ليش تيجي بكرة تحكوا المد طويل؟ إذا من ال 11 سؤال أجوا 3 أسئلة زي هيك، طب شو ظل؟ ظل 7 أسئلة على المومنت والرياكشن، بس ناخذ شابتر 4. طيب 3D نرجع له. هذا برضه هذا بده شغل، هذا والله بده شغل. هذا السؤال هذا برضه كويز، كأنه هذا كويز، هذا ممكن يجيكم، هذا السؤال ممكن يجيكم اوجد بالكويز اللي جاي. اوجد الفورس بالمنبر اي سي، وين اي سي؟ هيو اوجد فورس بالمنبر اي سي. اول شغله عرفتها، اول ما حكى لي اي سي بدي اوجد الرياكشن، مش انا احلل، مش انا اطبق القانون اللي بحكي لي الرياكشن على ساين ثيتا، لانه ايش؟ هاي الثيتا طبعا. ليش؟ لانه هاي حللها، تحلل معي. طبعا انا ما بدكش انت تحله هيك رياكشن على ساين ثيتا، لا تحله، بس انت اعرف انه لما بدك تاخذ جوينت ميثود بتلو يطلع عندي ار، بده يطلع عندي اي سي ساين ثيتا، يطلع عندي اي بي. فبالتالي R AC sin theta بتساوي R، فبالتالي R بتساوي AC بتساوي R على sin theta. يعني بتكاش تقدر تطبق قانوني هاي، بضل علي يطلع ال R. صعوبة السؤال مش صعوبة السؤال، طول السؤال هو عبارة عن R. طب كيف بدي أوجد R؟ خذ مجموع المومنت عند ال B بتساوي 0. يلا 20 في المسافة الأفقية، كم المسافة الأفقية؟ 5 × 5 = 14 = 24. 20 × 24. عندي هون القوة F زائد F، F معطيني إياها 5، خليها بروسيجر في كم؟ 19، شيل 5 من هاي، زائد أو سالب AY في 14 تساوي 0. بالتالي AY بدها تساوي 20 × 24 = 480، 19 F. الجواب عبارة عن F AC تساوي Y على sin theta. كم الثيتا؟ الزاوية ثيتا بتكون، أعطيني هاي 12 وهاي 5، tan inverse 12 و5، تطلعنا الزاوية 7. هاي الجواب
اي واي كم هيها كم معطيني الاف 180 16 5 14 تطلع معي 41.07 41.07 على ساينس 67.38 تطلع الجواب 44.49 44.49 موجودة رجع نكتب البروسيجر بشكل اوضح نكتب مش غلط عشانكم هذا بالكوز الجاي تشرح كل يصور لي اياه وحل لي اياه بقول لك بعتذر منك يعني حلت لك اياه هون احضر الفيديو افهم افهم افهمه وشوف كيف نحل خلص شو كان البروسيجر اي واي تساوي 180 19 اف على 14 اي سي تساوي اي واي تساوي 6.38 شوف السؤال خش تعوضوا هذا على الآلة حاسبة طيب سنة ثالثة عمره 20 سنة ما بعرف شو يعوض هذا على الآلة حاسبة ساعي تبع تطر منك لا تحكي حل لي حل سؤال وز الجاي الله يعافيك يا رب كمان برضه بتقول رسبت رسبت وانت جايب 8 عادي شلون كذا بعد بتقدر تفلل وتفللت اي هذا السؤال اي هذا بروسيدر كويز راح يجيكم بس وجهه اذا اخذت كويز كويز هذا السؤال السؤال كانه ميد كمان لا هذا كويز برضه هذا السؤال بكويز اذا قيمه بي 7 كم القيمه بالاتش اي كم القيمه بالاتش اي خلاص هون ما بدي اطبق قوانيني بالمختصر بدي اوجد الاتش اي كم الاتش اي بده يساوي اتش جي كوساين الثيتا ايش انه خذ الجوينت اتش يلا خذ الجوينت اتش هاي قوه بي اتش تي وهاي ايش اتش اي فشو بعمل انا هسه بدي احكي هاي الزاويه ثيتا مثلا هاي الزاويه ثيتا كم بدها تساوي اللي هي راح تساوي الثيتا هاي بتان انفرس الاربعة على عشرة تان انفرس الاربعة على عشرة تطلع 21.8 21.8 فبالتالي P بدها تساوي أو مش P HG HG كوساين ال 21 بدها تساوي P بدها تساوي P فبالتالي HG بدها تساوي P على كوساين 21.8 هاي اتش دي بس هو ما بده اتش دي هو بده اتش اي شو اتش اي تساوي خذ سيجما اف واي تساوي 0 بدي احكي اتش اي زائد اتش دي في ساين ساين ال 21 فبالتالي اتش اي بدها تساوي اتش دي ساين اتش دي شو بتساوي بي في ساين ال 21.8 على كوساين بي على كوساين هيها هاي اتش تي هيها فبالتالي شو الجواب بي في تان 21 هذا بروسيجر خلص اتش اي تساوي بي ضرب تان 21.8 صعب والكويز هيك احنا صرنا حلين سؤالين بالكويز ارجع الفيديو بتعمل سكرين للبروسيجر السؤال اللي قبله دقيقة ونص السؤال هذا شو ده هذا 15 ثانية ضل كم سؤال ضل سؤال 3D Trust 3D Trust راح أنزل لكم ملف بس مشان 3D Trust راح أنزل لكم ملف عبارة عن في 3D Trust مع حلهم راح يطلب بال 3D Trust منبر معين المنبر المعين هذا بتشوف كيف أخذوا بالحلول وهي بتصير تدور حوالي 15 سؤال بملف 15 صفحة 30 صفحة بتدور عليهم وقت الامتحان بتلاقيه بسرعة مش صعب مش صعب طيب الكوز كانه خلص الكوز خلص طال سؤالين هذا سؤال السكشن ميثود وهذا سؤال 3D تراست هذا كانوا بكوز الصيف الماضي لا ما كان بكوز الفصل الماضي كان شو اسمه في سؤالين على شابتر 4 بس اعطينا له فيديو لحال خلينا هسه راح نبلش بالسكشن ميثود ان شاء الله شفتوا كيف اسئله الكوز بتنحل بسهوله وببساطه ما بتاخذ وقت طيب خلينا نبلش سكشن ميثود ميثود اوف سكشن ضل سكشنين بالشابتر هذا الفيديو الجاي راح نخلص يعني ما راح نحل اكثر من الفيديو الجاي عشان هيك اطلعوا وارجعوا
فوتو. خلينا نطفي الريكورد.